اهلا وسهلا. استاذ بارود، اذا اردنا ان نتحدث عن يعني اخفاء المدراء العامين للوزارات، ماذا يريد برايك البرهان من هذه الاجراءات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافه. هي اجراءات طبيعيه باعتبار انه الان نحن نتحدث عن سلطه الواقع او سلطه الانقلاب يعني. وبموجب حالة الطوارئ المفروضة في البلاد هنالك قانون اسمه قانون الطوارئ والسلامة العامة في سنة 98، واللائحة تنظم إنفاذ هذا القانون يعني. بموجب هذا القانون واللائحة تقول كل السلطات التنفيذية والسيادية لقائد الجيش. الآن البرهان يتحدث بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي لديه سلطة قانون الطوارئ أن يقيل الموظفين العاديين سواء على مستوى الوزارات الاتحادية أو المؤسسات العامة، لأنه الوظائف القيادية في الدولة هي وظائف لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ولا للائحة محافظة العاملين للخدمة المدنية، لأن التعيين فيه سياسي يعني. يعني مثلا السفراء والمدراء العامين للمؤسسات وكلاء الوزارات هذا يتم بتعيين سياسي، كان سلطه رئيس الوزراء يعينهم يعني. الان سلطات رئيس الوزراء وسلطات مجلس السياده هذه سلطات على قائد الجيش يعني. وبالتالي هو بيستخدم قانون الطوارئ ولائحه الطوارئ في اقاله موظفين عاميين وتعيين اخرين من دون ان يخضع هذا التعيين او الاقاله لمراقبه القضاء نفسه. لمراقبه القضاء نفسه. لانه اصلا هذه التعيينات لا تخضع لقانون الخدمه المدنيه، وبالتالي لا يجوز للقضاء ان يتدخل. لذلك من الناحيه القانونيه هو اجراء سليم، وحجه الحجه والمبرر طبعا حاضر يعني. كل من يدعو الى اطراف سياسي، كل من يعطل اي عمل في مؤسسه عامه موجب قانون الطوارئ واللائحه يستطيع ان يستخدم سلطته من تحت هذا الانفع من المبررات والناحيه القانونيه من ناحيه تسليم لاجراء صحيح. والقصد منه انه الا يعني لا يقبل احد من الموظفين يستغل وظيفته في تعديل اي عمل في اي مؤسسه عامه. الموظف هذه الدرجات القياديه ان لم يعجبه الوضع عليه ان يقدم استقالته يعني، والا فيقال يعني. هذا من الناحيه القانونيه. طيب استاذ بارود، الا يعتبر هذا الفصل بهذه الطريقه فصل سياسي؟ نعم. الا يعتبر هذا الفصل بهذه الطريقه يعني، الا يعد بانه فصل سياسي؟ لا، هو فصل سياسي بمعنى انه الوظيفه ذات التعيين فيها سياسي. يعني مثلا مدير عام التلفزيون لم ياتي لاداره التلفزيون بالتسلسل الاداري العادي يعني. انما تم تعيينه سياسيا يعني. ولذلك متى ما تغير النظام فالنظام الجديد يغير النوع ده. حتى في الدول المتقدمه في امريكا لما نجي الرئيس الجديد عدد من الموظفين يعني بيمشوا تلقائيا يعني. لذلك اصلا التعيين فيه لو تم وفقا لقانون الخدمه المدنيه لا يستطيع لا رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهوريه ان يقيل وفقا للقانون الذي رسم طريقه محاسبه الموظف العام واقالته عبر مجالس محاسبه وكذا وكذا وكذا. ولذلك ليس حسب تعسفا في استخدام السلطه ولا يعتبر فصلا تعسفيا. طيب، البعض يرى أن مثل هذه القرارات لا جدوى منها، فالحل الأمثل يكمن في إعادة تشكيل حكومة جديدة ومن ثم تقوم بهذه الإجراءات الحكومة الجديدة. يعني صحيح، هو طبعا ده الوضع الطبيعي يعني. احنا نعتبر الوضع الحالي وضع غير طبيعي، وضع استثنائي، ولذلك يعني يتطلب انه يكون في طوارئ. كل ما عجلوا بتشكيل مجلس الوزراء بتعيين رئيس مدني سلطات تؤول الى رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء عبر معاونيه من الوزراء ووكلاء الوزارات والوزراء يتم تعيين الناس بطريقه يعني مرتبه وبطريقه طبعا الاسلم. لكن الان
لو سقطوا عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن القيادات الخدمة المدنية، أنا أعتقد إنه مصالح الناس ستتعطل ومصالح الدولة ستتعطل، لأنه في مديرين عندهم رأي سياسي وعندهم اجتماعات سياسية، لذلك يعني يمشوا في اتجاه تعطيل العمل، ويعني ممكن شيء إنه في توقف لطلب العمل يعني ضرورة يعني. أستاذ بارود، أيضا البعض يعني يعتقد أنه يعني ما الفرق بين لجنة التمكين وهذه القرارات؟ يعني هي قرارات نفس التي كانت تتخذها لجنة التمكين، ولكن هذه بالبزة العسكرية، كيف ترد على هذا الكلام؟ لا هو ما في وجه للمقارنة. قرارات بتاع لجنة الإدارة طبعا بتم بموجب قانون اسمه قانون إدارة التمكين لجنة 30 من يونيو وإسداد الأموال العامة، وقانون يعني هذا القانون قانون شاذ وقانون فصل على أشخاص معينين. الأصل في القانون العمومية وكذا وكذا هو طبعا قانون بقاء العامة تجاوز المسألة دي وكذا، وبرضه كان في لجنة إدارية هي اللي تفصل، يعني لجنة إدارية عادية تفصل حتى الأوراق والنيابة العامة ومستشارين وزارة، كانت حالة شاذة ما في أي مقارنة. الآن رئيس مجلس السيادة لا يستطيع أن يكون موظف عادي، لأن الموظف العادي وفقا للقانون الخدمة المدنية يخضع للمدير المباشر والمدير يخضع للمدير الأعلى، تسلسل هذا مهم بالنسبة للموظف العادي، هو يستطيع أن يستخدم الآن رؤساء المؤسسات مدراء المؤسسات، لأن هؤلاء أصلا تعيينهم كان تعيين كان سياسي، لكن لا يستطيع أن يفصل آلاف من الموظفين بقرار بموجب قانون ولاية أحد الطوارئ ويقول الله مصلحة البلد. من حق الموظف العادي ممكن يطعن في قراره أمام القضاء، وهنا يتدخل القضاء الإداري في إبطال أي قرار. ما حصل في لجنة إزالة التمكين لا مثيل له، لا في القوانين ولا في القوانين المحلية ولا في القوانين العالمية، ما في أي مقارنة، بدليل أنه المحكمة المختصة أصدرت معظم هذه القرارات لأنها قرارات لا تستند لا على وثيقة ولا على القوانين الدائرية. شكرا جزيلا لك الأستاذ بارود صندر المحامي والخبير القانوني.